راشد ففهام ونصيحة وضعك شموع ستنير لك الدرب المظلم وصديقك خالد بالنصح يسديك الخير فخذ واغنم صحح أخطاءك صحح أخطاءك صحح أخطاءك صحح أخطاءك صحح أخطاءك وتعلم صحح أخطاءك وتعلم كن أملا لحياة أفضل كن رمزا للجيل المقبل كن أملا لحياة أفضل كن رمزا للجيل المقبل واضرب بالخلق لنا مثلا حسنا يبقى فينا دوما واضرب بالخلق لنا مثلا حسنا يبقى فينا دوما وازرعه بأنفسنا وردا ليفوح شدا في المستقبل وازرعه بأنفسنا وردا ليفوح شدا في المستقبل صحح أخطاءك صحح أخطاءك صحح أخطاءك كي تسلم صحح أخطاءك كي تسلم صحح أخطاءك كي تسلم صحح أخطاءك كي تسلم ما بك يا راشد منذ أن زرتك في البيت وجلست معك وأنت شارد الذهن عميق التفكير فما السبب؟ هل جئت إليك في وقت غير مناسب؟ هل تشعر بالتعب وتريد أن تنام؟ لم تعد تهتم حتى بزيارتي لك حتى الإجابة تبخل علي بها سأرحل إذن إلى أين ستذهب؟ وأخيرا تكلمت سأذهب لبيتي وما الذي يضايقك يا فتى؟ إذن فأنت لم تسمع لأي قول أو سؤال وجهته إليك نعم يا خالد هذه هي الحقيقة ما بك يا راشد؟ ما السبب؟ اجلس اجلس وستعرف كل شيء اجلس هو الآن أخبرني أنت تعلم بأن الامتحانات بعد غد السبت نعم أعلم ذلك هذا ما يقلقني هو يجعلني تائها قليل الحيلة لا أفهم ألست مستعدا للامتحان؟ نعم أنا مستعد للامتحانات في كل المواد ما عدا مادة واحدة وما هي؟ الكيمياء ألم تستذكرها؟ بلى فعلت ولكن المعادلات التي تحتويها جميعها صعبة صعبة؟ احفظها إذن لقد حفظتها ووجدتني أنساها من جديد فحفظ المعادلات الكيميائية لا يكفي للإجادة فيها لا بد من فهم ما أحفظ أمامك يومان أعد حفظ المعادلات وحاول فهمها وأنت تحفظها تحدثني وكأنك عبقري في الكيمياء أنا لم أقل هذا ولكنني أحاول فهمها بالطريقة التي أخبرتك بها الآن ولكن الوقت قد أزف وليس لدي متسع من الوقت لحفظ كل هذا الكم من المعادلات فما العمل إذن؟ أكاد أجزم بأننا نعاني من نفس المشكلة إذن فليس لدينا سوى حل واحد وما هو؟ أخبرني بالله عليك أن نصنع البرشام برشام؟ وما البرشام؟ أن نكتب كل المعادلات في ورق صغير بخط أصغر ونخرجه في الوقت المناسب في قاعة الامتحان ولكن المراقب سوف يرى الورقة كما تشاء ولكن لا تنسى أن تبقي ما أخبرتك به سراً بيننا ومنذ متى كنت أفشي أسرارك؟ أنت تعرف أن الإنسان الذي يغش يصاب بالقلق والاضطراب من أقل حركة ويشك في نظرات الناس جميعاً فإن كنت تعلم هذا فلماذا تفعله؟ مكره أخاك لا بطل بل الأفضل لك أن ترسب في الكيمياء هذا الشهر على أن تخالف الله ورسوله وتخالف ضميرك
راشد تعال يا راشد يا بني تعال. نعم يا أبي. قل لي يا راشد هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير والحمد لله. الحمد لله. وماذا ستفعل الآن؟ سأذهب إلى غرفتي لأستذكر دروسي، فأنت تعلم أن الامتحانات بعد غد إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. يا راشد إذا احتجت إلى أي توضيح في الدراسة فأنا موجود. شكرا لك يا أبي، أظن أنني لن أحتاج إلى شيء. بعد إذنكما. بالتوفيق. يا أم راشد ما به راشد؟ لا أعلم يا أبا راشد، أظن أن أمرا ما يشغل باله. ترى ما هي الطريقة المثلى لعمل البرشام؟ سوف أسجل كل المعادلات في كم الثوب الذي سأذهب به للامتحان. لا لا لا، الكم سيراه المدرس بسهولة. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ فكر يا راشد فكر. وجدتها، يجب أن أكتب على السروال. السروال أفضل. أخيرا انتهيت من عمل البرشام. يا له من عمل إن شاء الله، لكن سأضعه في الدولاب لكي أرتديه يوم السبت إن شاء الله. إلى النوم يا راشد، إلى النوم يا راشد، إلى النوم يا راشد، إلى النوم يا راشد، إلى النوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبرني، هل أدركت صلاة الجمعة؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. لكن أين راشد؟ راشد يقف مع زميلي خالد أمام البيت. يجب عليه استرجاع دروسه، الامتحانات غدا إن شاء الله.
لقد أوصيته بألا يتأخر. حسناً لا بأس. أتحب أن أعد لك شيئاً؟ شكراً. وماذا فعلت في الكيمياء؟ أخاف أن أخبرك فتفشي السر. وان وجدتني ممن يفشون الأسرار؟ حسناً حسناً سأخبرك. لقد أعددت البرشام اللازم للامتحان. إنك تعرض نفسك للخطر. الطريقة التي أعددت بها البرشام ليس فيها خطر، وتأكد بأنه لن يراني أحد. إن الله يراك يا راشد. وماذا أفعل؟ إن المادة صعبة وليس لي طاقة بفهمها أو حفظها. هناك طرق عديدة لحفظها وفهمها. وإن كان الوقت قد أزف، إن نضيع الوقت في العبث ثم نقول بأن الوقت ضيق، ما عجب الإنسان. لا تغضب هكذا يا صديقي، فإني أتحدث إليك ممنطلق خوفي عليك. يا خالد، أنت لم تكن كذلك في الماضي، فلقد كنت تؤيدني في كل تصرف أتصرفه وتعجب به. ولكن ليس حين أراك تظلم نفسك. أظلم نفسي؟ نعم. وكيف؟ حين تراها تأمرك بفعل السوء وتوافقها. أنت تبالغ كثيرا، فنفسي لا تأمرني بل أنا الذي أمرها. أخطأت مرة أخرى، فأنت تلوث نفسك بآثار الذنب الكبير الذي سوف ترتكبه، وتلك معصية من معاصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. أنت تعلم جيدا مدى صدق ما أقوله لك وما أنصحك به، ولكنك تخالف ضميرك فيه وتظن بأن ما ستفعله خطأ بسيط سوف ينسى مع مرور الأيام. إلا أن الله تعالى يحصي للإنسان معاصيه، وعندما تعرض عليه سبحانه لن تجد لنفسك خليلا يدافع عنك ولا سبيلا لإصلاح أخطائك. أنت تحدثني وكأنني سأرتكب إثما كبيرا. إن هي إلا بضع كلمات سوف أحصل عليها خفية لعدم معرفتي بها لكي أنجح. يبدو أنه لا طائل من الحديث معك. أتطلب مني أن أرسب في الكيمياء وتقول لي بأنه لا طائل من الحديث معي؟ ثم أنني لن أفعل هذا في الشهر القادم أو في أي وقت آخر، وسوف أستعد للمادة في وقت مبكر بعد ذلك. بل ستدمن الغش يا صديقي. أدمن الغش؟ من قال لك هذا؟ عندما تجد أنه أمر أسهل من المذاكرة سوف تدمنه وتسير في طريقه الذي لا رجعة منه، وقد يؤثر عليك ذلك في معاملتك مع الناس وفي حياتك العملية بعد التخرج، فتستخدم الغش وسيلة لنيل مآربك. كفى، أنت أطلت الحديث وتعديت الحدود. إذن فالأرحل، وتذكر حديثي هذا دائما. مع السلامة. مع ألف سلامة. وفيما كنت تتحدث مع خالد؟ لقد اقتربت صلاة العصر. ماذا أفعل يا أبي؟ إنه كثير الكلام. حسنا، وفيما كان يتحدث؟ ما هي إلا ثرثرة، ثرثرة في الهواء. ثرثرة ثرثرة. حسنا. أبي، أنت الشمعة التي تضيء لنا طريق الحياة. ما أحلى كلامك يا بني. كلام هيثم صحيح يا أبي، فوجودك معنا يطمئن قلوبنا، ونحن نقتدي بك وبنجاحك في الحياة. شكرا لكما، ولكن هل لدى أي منكما أي مشكلة يحب أن يعرضها علي؟ أنا يا أبي. ماذا لديك يا هيثم؟ لي صديق يظهر خلاف ما يضمر. كيف؟ إنه يحدثني عن مدى حبه لي ويفعل عكس ذلك. إذن هو غشاش. غشاش؟ نعم، وأنصحك بأن تبتعد عنه يا بني، فالإخلاص في القول والعمل كلمة يقولها الغشاش لكي يبعد عن تفكير صاحبه ما يفعله معه من غش.
كان تذهب تشتري بضاعة من أحد المحلات ويظل البائع يحدثك عن جودتها وروعتها وأنت تقلب فيها فيرهيك عن عيوبها بكلماته وتغتر في هذه الكلمات فتشتري منه البضاعة وعندما تستعملها تجدها غير ما سمعت عنها من البائع وتجد أن البائع كان غشاشا. وهل الغش في الامتحانات تنطبق عليه نفس الصفات يا أبي؟ وما الذي يجعلك تسأل هذا السؤال يا هيثم؟ لأن لي صديقا يغش في الامتحانات ونصحته كثيرا ولم يستجب. عموما الغش في الامتحان موضعه كموضع قول الزور في رأيي، والسبب أن الغشاش عندما يسجل إجاباته من ورقة معه لا يكون صادقا، لأن هذه الإجابة لم تأتي نتيجة استذكاره بل جاءت من الغش، فيكون قد زور وادعى بأنه يعلم وهو لا يعلم، بل اعتمد أيضا على هذا الغش وذلك التزوير للتقدم خطوة للأمام لا يستحق أن يتخطاها، وسرعان ما ينكشف أمر الغش حيث أن حبل الكذب قصير. سأخبر صديقي بما قلته الآن حتى يتعب. حسنا تفعل يا بني. وأنت يا راشد هل لديك سؤال؟ نعم يا أبي لدي سؤال. ما هو؟ كم عدد لاعبي فريق كرة السلة؟ لا داعي للنوم في القيلولة اليوم، حتى أنام مبكرا وأقوم في الصباح نشيطا حيث امتحان الكيمياء المخيف. سأذهب للتأكد من صحة كتابة المعادلات. كانت فيه الكتابة في غسيل. وهل غسلتيه؟ نعم. لماذا؟ أغربي عن وجهي أيتها الغبية. راشد؟ نعم يا أبي. تعال يا بني. لماذا تعاملها بهذه القسوة؟ لقد أخذت الملابس النظيفة يا أبي وغسلتها. وماذا في ذلك؟ هل أخطأت خطأ كبيرا؟ عفوا يا أبي لقد أخطأت. تعال يا بني هل هناك شيء يقلقك؟ لماذا هذه العصبية؟ لا يا أبي أنا بخير والحمد لله. تذكر أنني سألتك. ولماذا تقول لي هذا؟ لمجرد التذكرة. حسنا يا أبي شكرا لك. ماذا أفعل بهذه الغبية؟ أضاعت ساعات من التعب وتصغير الخط وكتابة المعادلات الكيميائية المعقدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لدي متسع من الوقت سأعيد كتابتها مرة أخرى. سأكتب في الهواء.
كل منكم ينظر في ورقته ولا يحق له النظر في ورقة زميله. توكل على الله. لا شيء هناك ألم في رجلي وأظنها ملتهبة. هل أحضر لك الطبيب؟ لا ليس هناك داعي يا أستاذ. دعني أراها. لقد وضعت دهانا قبل أن أتي وأظنها ستشفى إن شاء الله. هيا أكمل. وما العجب يا أمي؟ على حد علمي أنك ضعيف جدا في هذه المادة. يا أمي، من جد وجد ومن زرع حصد. الحمد لله يا ولدي، المهم أنك نجحت. الحمد لله. وفقك الله إلى طريق النجاح. إن شاء الله، بإذنك يا أمي. يا صفية؟ صفية؟ نعم. تعالي. نعم. اذهبي وأكملي ترتيب المنزل لأرى الطبخ الذي على النار. حاضر. صفية. نعم. خذي هذه الملابس واغسليها الآن فوراً. حاضر. راشد، ما هذا؟ ما هذا يا صفية؟ هذا راشد، اكتب على حبل والملابس. هل طلب منك أن تغسليها؟ إيه نعم. إذن هذه هي معادلات الكيمياء، لذلك فهو متأكد من أنه سيأتي بالعلامة النهائية. مرتين أخرى. حسنا، لا بأس. اذهبي وضعيه في دولاب ملابسه. ماذا أفعل الآن؟ إن أباه لو علم بالأمر فسيعاقبه عقابا شديدا. سأفكر في طريقة أخبره بها، ولو أنني لا أحب أن أفعل ذلك. ومتى علمت بذلك؟ منذ حوالي أسبوعين. منذ أسبوعين؟ ولماذا لم تخبريني؟ بصراحة يا علي، خفت على ولدي من عقابك. خفت علي؟ لماذا أخبرتني الآن؟ لأنني خفت من الله. أنا أعلم أن ما فعله ولدي يعتبر أمرا منكرا ولا يجب السكوت عليه، لكني انتظرت حتى تنتهي معمعة الامتحانات فلا يؤثر عقابك على مستواه الدراسي. حسنا، أنا سأتصرف معه. بالله عليك يا علي، كن رفيقا معه. لن أؤذيه، فقط سأسأله بعض الأسئلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها هي الشهادة يا أبي، فلقد حصلت على 97% في المعدل النهائي، وأخذت الدرجة الكاملة في الكيمياء. تفضل يا أبي. ما شاء الله، هذا طبيعي. لم أفهم يا أبي. اجلس يا راشد. نعم يا أبي. اسمع يا راشد، أريد أن أسألك بعض الأسئلة وأريد أن تجيب دون تفكير. أمرك يا أبي. لماذا لا نؤجل الحديث إلى ما بعد طعام الغداء؟ لا، لن نؤجل الحديث، سأسأله الآن. تفضل يا أبي. إذا باعني أحد التجار
بضاعة فاسدة وقال لي أنها سليمة، ماذا يكون؟ غشاش. وإذا علمت أن هذا التاجر غشاش ألا تنبهني كي أخذ حذري منه؟ طبعا يا أبي. وإذا كنت أنا التاجر الذي يغش الآخرين فهل تسكت عن غشي لهم؟ هذا الأمر يحتاج إلى تفكير. أجب عن هذا السؤال. كنت سأحاول أن أثنيك عن غش الآخرين بالحكمة والموعظة الحسنة قبل وقوعك بالمحظور. فإن كنت أنت الغشاش، ماذا تقول يا أبي؟ إذا كنت أنت الغشاش ماذا أفعل معك؟ أجب عن سؤالي. هذا الأمر يرجع إليك. لماذا غششت في امتحان الكيمياء؟ لأنني ضعيف فيها. ولماذا لم تخبرني كي أتصرف؟ لأن الوقت كان ضيقاً وكان موعد الامتحان قد حان. ولماذا لم تخبرني من قبل؟ لم أكن أريد أن أبين لك عجزي عن فهم تلك المادة. إذن أنت تقابل الخطأ بخطأ أشد وأعظم. أنا أعتذر لك يا أبي. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أنت يا راشد كنت مؤتمنا على علمك وعلى نفسك فأفسدتها بغشك وصرت منافق. منافق؟ نعم، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أنت كذبت وخنت الأمانة والثقة التي أولاها لك مدرسوك، وهاتان خصلتان من النفاق. وماذا أفعل لكي أصلح من خطأي هذا يا أبي؟ الأمر سيكون صعب عليك، فهل أنت له؟ نعم يا أبي، أنا له مهما كلفني الأمر. الآن فقط عرفت بأنك قد ندمت على فعلتك وأنك لن تفعلها مرة أخرى. سأخبرك بما تفعل ولا تخجل من ذلك، فالرجوع إلى الحق فضيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام، ماذا تريد يا بني؟ أنا الطالب راشد علي، لقد غششت في مادة الكيمياء في الامتحان الشهري وجئت لأعترف لك بهذا. وهل تعرف عقاب الغشاش يا بني؟ نعم، وأنا مستعد له. حسنا، بما أنك قد اعترفت بذنبك ولم يدفعك لهذا سوى ضميرك فسأعيد لك الامتحان الأسبوع القادم مكافأة لك على أمانتك ولوحدك. شكرا لك يا أستاذ. عفوا يا بني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا له من فتى شجاع. وأديت الامتحان بأمانة بعد أن ذاكرت الكيمياء جيدا ونجحت فيها بتفوق وبمجهودي دون حاجة للغش. الحمد لله، الحمد لله أن لي أبا كأبي. الحمد لله. كن أملا لحياة أفضل، كن رمزا للجيل المقبل،
واضرب بالخلق لنا مثلا حسنا يبقى فينا دوما وازرعه بأنفسنا وردا ليفوح شذا في المستقبل. صحح أخطاءك صحح أخطاءك صحح أخطاءك كي تسلم صحح أخطاءك.